المشكله اللي هنتكلم فيها النهارده مشكله ظهرت امبارح، بس ظهرت امبارح عندي، بس في كام تعليق جالي بس انا حليتها عندي من غير ما اعمل فيديو. فلما التعليقات دي جات لي وقالوا لي ان احنا كل ما نيجي نكتب تعليق او نرد على بوست ونكتب تعليق على طول يعني الموبايل بيطلع خالص من على الفيسبوك، يعني بيخرج خالص من الفيسبوك. كنت امبارح قلت مشكلة الخروج المفاجئ في الفيسبوك، بس دي عند نشر التعليق بيخرج فجأة من الفيسبوك. فده موضوع حلقتنا النهاردة، فتابع معايا الفيديو للنهاية. السلام عليكم، اهلا بكم في قناة ياسمين عاشور. النهاردة كده هنحل مشكلة الخروج المفاجئ عند نشر تعليق في الفيسبوك. تعليقات انا ظهر معايا المشكلة دي امبارح، وطبعا حلتها من نفسي واتحلت معايا على طول، فيلا بينا لان دي حصلت مع كام شخص. يلا بينا نحل المشكله دي. يا ريت بقى قبل ما ابدا اشرح النهارده وتعمل لايك للفيديو ده، ولو اول مره تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناه، ويلا بينا على الفيسبوك. اول حاجه احنا بنعملها بنروح على متجر بلاي او ابل ستور عندي على الموبايل، وطبعا انا حصلت معايا زي ما قلت وحلتها على طول. ببدا اروح كده على البحث بالضغط عليه كده بالشكل ده، وبكتب في البحث فيسبوك. من هنا طبعا بيظهر لك الفيسبوك بتاعك وبتلاقيه موجود عندك تحديث، ببدا احدث التطبيق معايا. طيب في حاله انا مش موجود عندي تحديث، بس انا اؤكد لك ان عندك التحديث طالما بيخرجك فجاه من التطبيق عموما، من التطبيق ده او من اي تطبيق عندك بيخرجك فجاه، يبقى محتاج تحديث اخر اصدار، لازم تحدثه اخر اصدار. فانت بتنتظر خالص لما بيتحدث معاك، تمام؟ بنتظر لما بيخلص معايا وبيتكتب لي فتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يبقى انا كده عملت له تحديث اخر اصدار. تاني خطوه معايا علشان يكون الشرح كامل، ببدا اضغط ضغطه طويله على الفيسبوك من بره من الشاشه، وبضغط على علامه الاي اللي هي الدايره اللي فيها علامه الاي دي، ببدا اضغط عليه. من هنا بقى بيجي لنا حاجه اسمها مكان التخزين، ببدا ان انا انزل على مكان التخزين. بعد ما نزلت على مكان التخزين بروح كده على حاجه اسمها مسح التخزين المؤقت، ببدا ان انا اضغط على مسح التخزين المؤقت، مش بضغط على مسح البيانات، لان لو ضغطت على مسح البيانات بيخرجني خالص من الفيسبوك وانا مش عاوزه اخرج خالص. انا كل المطلوب ان انا احل مشكله نشر التعليقات، مش عارفه انشر اي تعليق او اضيف اي تعليق على اي بوست، بس كده عملت مسح التخزين المؤقت. المشكله بتاعتك هتخلص على طول وهتتحل المشكله. عندك اي سؤال او استفسار اكتبلي في التعليقات، انا برد على كل التعليقات. اشوفكوا على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.